السياسة تخدم فئة معينة من الناس على حساب جموع الناس. أنا محتجز، حجز نسي أم حجر قلب ناجز على الدرع. مواطن طنجاوي ومواطن مغربي عما زال يسامح والدري أنا مش معاك وفطرح تعب الله على زلال. حري عارف إنك أنا قصر ونرجع تلاحي السيارة دي الخاصة حيتي هكاغو مزاني ديال الكاغو. شوف 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 الناس كيفاش شوف بريستيج عوض التنادل على السيارة وتنزلوا على التعويضة ديالكم من أجل هذه المدينة، لأننا وعكسنا الصورة وكنتم نتوما في معارضة لأسمعتم هاد التعويضة تكون فقط تسميوها الريح والفساد. البناية ديال الجماعة الحدث البرجة، والسبب أن كما كتعرفوا أن الطابق السابع هو في طور الإصلاح والتأديت. هنا سيد عمدان نقول أن عندكم خلل كبير، خلل شو ما نهضروا عليه في العهد ديال الأغلبية المتعبة ماليا، خلل في ترتيب الأولويات. واش كاين شي مجلس كيخرج نائب الأول ديال العمدة وكيصرح أن طنجة منكوبة ماليا، والعمدة يدغدغ مشاعر الحضور في كل المناسبات عن مالية الجماعة، ونجيو ونوضوا ونصلحوا الطبق السابع ديال الجماعة. هذا ناهيك عن التفاصيل اللي ما كنعرفوهاش، لأن كاين غياب وتغييب ديال المعلومة وقطع الطريق للوصول إليها، ما كنتمكنوش من المعلومة. واليوم أنا كنطلب سيد العمدة باش يعطينا التفاصيل ديال هاد الصفقة. وفي كل محطة، ماشي في الإصلاح ديال كل محطة إلا وكيجينا المجلس بالأعذار. ملف ديال الملفات المرفوعات ضد الجماعة طنجة مستهدفة، قرار جنائي لا، نجيبو من المحيط ديالي الضيق ضيق جدا ونزلو جاهز، لأن المجلس عاشق للقرارات الجاهزة. نجيبو الملف ديال الأسواق ونقولو لا معناش نطفي الملف ومعناش معناش نناقشو معناش مع بدوك لأن المعارضة لا تسمي ولا تغني من الجوع، تذكو حتى تشبعو، كتعقلو على الطريقة ديال العمدة تذكو حتى تشبعو. لكن حنا ما كنبركوشي، حنا مع أي حاجة ممكن نزيد المدينة القدام، نحن لا نشوش على المجلس. حنا ما كنشوشوش على المجلس، وحتى التسيير وحتى السياسة وحتى الفكر ديال المجلس راه ماشي قرآن منزل. حنا كنعطيو أفكار، كنعطيو آراء، كنجيبو حلول بديلة، ولكن لا تفعل للأسف الشديد. وكنجيو للميزانية ونقولو لا، المجلس الصغر كان كيعطي أرقام مغلوطة، كان كيحرف القانون. هو هذيك المؤسسة ديال الدولة، تبقى عندك الشجاعة وتبقى عندك الجرأة وتكون صريح وتكون شفاف وعندك الشبابية وتنط في المواطنين هكذا شنو كانوا كيعملوا. وكل من استهان بطنجة وساكنها سنان العقاب ديالو نوض. ولها المشكل هذه كان الخلل، يا كنتو مجلس صحاب الفساد كلشي على السبتي ثلاث سنوات من الانسكاب، واليوم دقيتو الطوبو ديال الانتخابات وكنتو كتهزو السيارات وكتهزو المفاتيح وغنفضحو وشبرو مليون ونص. كنتو اللي فاتت سنوات واكثر، واهتمامه الزائد بالكلاب، بينما مصير مجموعة من الأسر ضحايا الأسواق والتعمير، مصيرهم مفقود ومجهول وحال أسرهم يزداد سوءا. أنا الكلاب أحياء الأموات، جرائد الحكومة كون الكلاب دي 200 عام مقابر، نتعرف لنا الجمعية ونعلم أن الكلاب تعيش في ريحة تلك الجمعية معززون ومكرمون، ونطلعوا نزورهم، بينما حال باعة متجولون لا حول ولا قوة إلا بالله. وأصبح طالب الحق بلطجي، والمشتكي المتظلم مدفوع، والسياسة ونفاق، والشهامة أصبحت عداوة ولا حول ولا قوة. سياسة أنا إخواني في حزب ديال الاتحاد السوري، أنا كراعي الداخلية ديالهم. سياسة أجبرت الأخيار من الناس أن يحبوا كلفة الرياء والنفاق. ماشي ضروري ماشي غلط. هناك أناس أجبروا على كلفة الرياء والنفاق. عادي. لكن حان الوقت، حان الوقت أن الإنسان يراجع نفسه. وهذه سياسة تخدم فئة معينة من الناس على حساب جموع الناس. سياسة تخدم فئة معينة من الناس على حساب جموع الناس.
ويروج لها على خير العام، وكل من ناهض أو عكس أو لم يحب هذا الفكر فهو شر مطلق، لا يستحق الحلف، هو شر مطلق. أسألك الآن عن قصر المختارين، عن سألك السيد عمنا، فين هو تدبير الاختلاف؟ فين هو تدبير الاختلاف الذي ينص عليه الدستور؟ هو تدبير الاختلاف، نختلف لكن نختلف من أجل أننا خرجوا واحد الفكرة، ونخرجوا واحد المنتوج، ونخرجوا واحد الفعل سياسي متزن، خرجوه مع حوار المواطنين. هذه ثم الآن مطالبوا بأنكم تدبروا الاختلاف. وفي الدليل ديال غياب المعلومة كذلك، أنا أتساءل عن حفل العشاء، ما كانش ماشي قديم بزاف، واحد الحفل ديال العشاء كان اسمه فكرة ولا أفكار، المهم عن عيد أفكار عند بابا، جبنا ناس من سيبيا من إشبيلية يعطيونا أفكار، عملنا لهم حفل العشاء فيه اللحام والبرقو، وفيه هذيك كانت هنا شي بزاف ناس أحياء هذيك شي سوق، الطيارة والصفة وداكشي مؤتمر، وراه طلع مجموعة ديال الناس، حنا كانوا عرضا ما كناش ما وصلناش بالدعوة. عطنا على مجموعة من الناس باش يعطيو أفكار، جبنا ناس من إشبيلية، ما عرفتش شنو الجامعة ولا جمعية ولا جماعة، ولكن والله والله لو كنتو مشيتو لإشبيلية، لا هيك ماشي شو هذا الموضوع اللي جاوب عليه، ولكن لو كنتو والله ما كانوا خسروا عليك كثر من كاس القهوة. علاش؟ لأنهم كيراعيو أن هذاك الملعب، وكيراعيو الظرفية ديال المدينة. واش فراسك السيد عمدة في إشبيلية، رئيس الجماعة في إشبيلية هاد السيمانة هادي، دخل 30 حافلة لي كتمشي بالغاز الطبيعي 30 حافلة، وفي هاد السيمانة هادي جلس مع 30 جمعية في إطار التشارك والتشاور في إطار التواصل. نجيبهم حنايا يضحكوا علينا، نرجو منكم بمانية نجي نتعشى. هادوك الناس كيطبقوا برنامج انتخابي ديالهم بحذافي ريح، البرنامج الانتخابي اللي على أساسه صوتوا عليكم الناس وبوؤوكم المراتب ديال القرار، وعطوكم أربع مقاطعات، وعطوكم أغلبية مطلقة، أغلبية مريحة عدديا، ومنهكة ماليا، ومخجلة شعبيا. عطوكم هاد الناس هاد الأغلبية ماشي باش حفلات سهرات. أنا والله عارف أنا نحسب بطاقة ديال الدعوة اللي عندي في الدار، إلا زعما أنا كنعرف بطاقة كتعمل 12 درهم، زعما إلا بعتو نقدر نشري ندفع تبقى في السلام الاقتصادي. صراحة عندك بطاقة، شحال بطاقة عندك في الدار، حافظ ما عرفش شكون، وحافظ جا عند فلان، وفلان مشى عند فلان، وفلان وقع كتب كتبو فلان، حول ولا قوة إلا بالله. قول هنا صحتي السيد العمدة، أين تتجلى مضامين برنامجكم الانتخابي داخل كل هذه التصرفات وكل هذه السياسة وكل هذا التمييع؟ أين تتجلى مضامين برنامجكم الانتخابي؟ السياسة طنجة كما كنشوفو، سببت شلل على المستوى الثقافي، شلل على المستوى ديال المستوى ديال الاقتصاد. ايوا ثقافه في طنجه، ثقافه في طنجه ضربتموها عرض الحائط، اقسم بالله ضربتموها عرض الحائط. وانا نحكي لكم واحد الحكايه وقعات باش تاكدوا انني ما كنبالغش، واننا ما كنصطادوش الفرص باش نقولوا شي واحد في الدار ديالكم، لا حنا خصنا نخدموا، خصنا نبقاو معانا ونخدموا، حنا ما كنصطادوش الفرص. والدليل على ان في 6 ابريل 2018 نظم المهرجان الدولي للشعر، ونظموا الاتحاد المغربي لمجالس المجتمع المدني، واتحاد الادباء الدولي ومقر الوطني في امريكا، ومصادر الاطلنطيس الدولي للسلام والدبلوماسيه الموازيه، نظموا المهرجان الدولي للشعر، كان غيكون في طنجه 6 ابريل و 7 ابريل، وجاو الجهات المنظمه وجلسوا مع الاخوه المكلفين 6 ايام، وطلبوا القاعه ديال بوكماخ اللي في الاساس هي قاعه بوكماخ، هذيك واحد المعلمه ديال الثقافه. هذيك عملت لإنعاش الثقافة، هذوك عملوها المجالس اللي قبل منكم، عملوها لإنعاش الثقافة، واللي عطى طاقة ودفعة للمثقفين والمثقفات في المدينة، باش ولادنا اللي طالعين يجبروا كاين الحس الثقافي، طنجة على مر العصور كانت ملتقى الثقافات. دابا حنايا جينا نهار المهرجان، جاو الناس 16 دولة، 16 دولة مشاركة في المهرجان، منها السويد والدنمارك والنرويج وفنلندا وإسبانيا وفرنسا، وتونس والجزائر، وكانت تنظم قبل منها في 2017 تنظم في قرطاج، الاخوان تطوعوا تشكروهم باش تنظم في طنجه. النهار اللي غادي تنظم البرنامج باقي ساعات ما قالها باش يبدا العرض ويجيو يبرعوا العروض ويجيو الضيوف، اتصل السيد المعلمه ديال الاعلام في طنجه، اول ما عمل المكتبه في طنجه السي احمد الزان، قلت
ديال الجنائي، هذه راه جنايه، لانه يعتبر موظف عمومي، اي واحد في مهمه مؤقته باجر او بدون اجر كتساهم في التنميه ديال البلاد على مستوى الهيئات البلديه هو موظف عمومي، واي موظف عمومي كيلبس الحريه ديال الافراد وراه حتى الجنايه. نوضح حنايا حتى الزوم مع علامه ديال الاعلام واستاذ في المستوى ديال الوالدين ديالنا، قيدوه ديال الاعلام في المدينه، نوضح حتى الزوم تيجي 7000 درهم. المشكله ماشي 7000 درهم، السيد تصل لان عنده الحمد لله علاقات وعلاقات طيبه، تصل جات 7000 درهم، وخرجت الاخت اللي كانت مع ارسيد امحجوب، خرجت وتسلمت 7000 درهم وما عرفتش توصل للجهه المنظمه، ما كاينش توصل لها 7000 درهم. 7000 درهم فيها يومين ديال يومين. اليوم الثاني ركزوا معايا، اليوم الثاني غتجي الاخت اللي مكلفه بالتنسيق، غتلقى القاعه اللي خلصت عليها البارح 7000 درهم فيها السهره، فيها السهره بواحد النوع ديال الغناء ما عندو حتى علاقه بالثقافه، ومديكيات مخلصين. فين عملوا هاد الناس هادو هاد 16 دوله اللي جات من اجل احياء الحس الثقافي في المدينه؟ فين عملت العرض ديالها؟ عملته في الكلوار، في الكلوار، وباش يدخلوا الناس وما يبقاو ما يشوفوش هاد المثقفين، لاننا اصبحنا نخجل من المثقفين، غطوا عليهم، وملي غطوا عليهم اسيادنا حسوا الحرية ولا حياء في الدين، والناس مجروحين باش يعملوا شي طواليت، اقسم بالله على غادي، ولا اتحمل مسؤولية ما اقول. احمد بوكماخ الاخوان، هذا المركز ديال احمد بوكماخ، تعمل من اجل انه ينعش الثقافه في المدينه، ماشي وسيله ديال الاسترزاق، لكن للاسف حولتم المركز الى وسيله ديال الاسترزاق، وسيله للاسترزاق، طرق اللي كيستغل بها ديك المعلمه، طرق صراحه لا محشومه، ما كتشرفش السكان ديال المدينه وولادات المدينه، انا قلت لكم على طنجه على مر العصور كانت ملتقى الثقافه، للاسف الشديد، هذه امانه. كيسيرو راه ما عندهم واحد الامانه، تعلمون السيد عمده بما انكم تعلمون اكثر الامور هذه كثرني، الامانه هي اعظم ما امرتم به واعظم ما نويتم عنه، هذه امانه. كنظن بعد ما هذا الموضوع على التعليم كنقول راه ما خلاناش، لا 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 لا، عرفتي السيد وليد، عرفتي الداخليه، عرفتي احنا مستهدفين، راه شو مستهدف هاد الناس؟ الحكومه ديالكم أغلب المقاطعة ديالكم، أغلب البرلمانية ديالكم، شكون كيستهدفكم؟ سميوها لنا، حنا بيدنا عندنا حس ديال الانتماء وعندنا الغيرة على المواطنين اللي كيعطلوا كيعطلنا، سميونا اللي كيستهدفكم، واش بقات في الأعذار؟ واش بقات في الحجاج؟ واش بقات في تلفيق التهم؟ ولا برهانكم إن كنتم صادقين، برهان برهان برهان، أما تلفيق التهم كلشي يقدر، دابا أنا نقول أنا عرفتي أنا شريت بسكويت، شريت الدرهم اللي كانت الدرهم ودابا عطوك 30 مليون، أما صراحة ما عملت حتى حاجة ليا، خسر شويش تراز أنا وشويش العقل أنا، كاين شي حاجة نطوها نجو ندور الحوار ونقول لها شكون عملها شكون ما عملش شكون ها المشكل ها العائق ها علاش حنايا كنفشلو ها علاش حنا ما قدرناش علاش حنا ما فيناش التطلع مستوى تطلعات المواطنين، وكونوا صراحة ما نقصرو والو، المواطن الطنجاوي والمواطن المغربي عامة يسامح. والدليل أن مشى معاكم في الطريق عفى الله عما سلام، مواطن يسامح، ما كاينش مشكل غير يكونوا صراحة مع مواطنين، أنا نقول التعمير أنا مشكل ديال التعمير، ما عندكمش مشكل ديال التعمير، وعندكم مشكل ديال التقصير، لأن كاين اتفاقية بين الجماعة ووزارة الداخلية أنها تعطي الإذن، من بعد التجهيز ديال الأحياء، وتيتم تجهيز الأحياء وتكون مهيئة أنها تخرج تهيئة عاد. ولكن انتم للاسف الشديد ما قدرتوش يتهيئوا هاد الاحياء هادي، ما قدرتوش ما استطعتوش، فبالتالي ما تبقاوش الاخطاء ديالكم تهزوا وتسيبوا على واحد اخر، نقولوا صراحة. طنجة طنجة خامس اكبر مدينة في المغرب، اقرب مدينة عربية وافريقية للقارة الاوروبية. طنجة الحين الأول في 2016 أنا شفت بعض المقاطعات عملوا دروس دعم في اللغات، الناس كانت كتعلم إسبانيولا وإنجليزي، قلت هادو غايجيبونا شي شراكات مزعفة، شنو غايجيبونا هادو؟ الله يحفظ صاحبي طنجة تبقى ثانية،
سكيت على المصطلح سكيت على المصطلح في ذات قلت شي شركه هذه الله يحفظه صافي تاكي لي الاسف للاسف الشديد حتى دبلوماسيا قتلتو طنجه حتى دبلوماسيا قتلتو طنجه الميزانيات تدبر بطريقه مبهمه ميزانيات كبيره ولكن تدبر بطريقه مبهمه دار الحي السعاده دار الحي السعاده والمجالس السابقه مشكوره نشكرو من هذا المنبر المجالس السابقه على هذيك الفعل القيم انهم عملنا دار الحي السعاده في مكانها واصبح دار الحي في مكانها يستغل من اجل الحفلات العائليه الخاصه اعياد الميلاد وبحضور رسمي من الرئيس وبدعم من الجماعه من المقاطعه بينما ابناء بني مكادا والجمعيات النشيطه في بني مكادا ما كتستطعش تحط رجلها في هذا الفضاء وما كتستطعش ماشي ما كتستطعش تحط رجلها في هذا الفضاء مغلف الفضاء مغلف بالنسبه للجمعيات النشيطه في الحياه انا رئيس ديال المقاطعه اللي تشدق التدخل ديالو بدا يعطي دروس للمجلس المحترم دروس فيما اسماه هو تدبير ديال المال العام ما ذكرش هذا المحور علاش ما ذكرش هذا المحور لان هذا المحور انا هو ماشي يعمل به الدعايه الانتخابيه هو اللي كيعمل الانتخابات السابقه لعوانيها بها اللي يعمل السياسه اللي كيسمي كيعمل السياسه السياسه عند الاخلاقيه ديالو السياسه لا تمارس على حساب فلان وفلان انا كنقول انا عاود لك راه امانه هذا راه امانه نتوما في التسيير الانسان اللي كيدخل للسياس راه كيزولتوني كيزول تسكيطا كيدخل شويه في نكران الذات كيحترم مرافق المؤسسه اللي كنخدم منها كيعمل باستمرار الاداره وكا يعمل على انه يشرك الجميع ولكن للاسف الشديد وصلتو الواحد القناعه ان الحقيقه هي داكشي اللي كتقولو الحقيقه هو داكشي اللي كتعيشو الحقيقه هو المخطط ديالكم الحقيقه هو هي السياسه ديالكم وهاد الافكار للاسف تنازلت وتوالدت وفات الفوت لا حول ولا قوه الا بالله لا واش تقول انا في السياره انا ماشي بحاجه للسياره نحب السياره انا نحب السياره يا ماما واش نسمع فاش هاد الصفقه ديال تذكره السياره دازت حط السياره ما تحطها تحطها على الغبره تغبره ما تعطيها انا عارف انك تتابع بنت الطوموبيل حري عارف انك انا قصر ونرجع تي راحي السياره ديالك الخاصه حكيتيها كادو مزالي ديالك كادو شوف 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 الناس كيفاش شوف برستيج شوف هاد السياره شحال انا معاكم ديك الاثر ما عرفت لي حتى حاجه اقسم بالله ولا عمرك تقول لي شي حاجه حاجه انا اعرف ها ما تشوفوا ديك الاثر ما يصحش الكادو لغة الخطابات السيدة المستشارية السيدة المزوجة الأخت الكريمة مستشارة المحصة مسؤولة جلسة مسؤولة الكلام مسؤول وكل واحد يتحمل مسؤوليته كتكلم في الأمانة راه الكلام ديالك خصو يكون أمين وأنا أعتقده كذلك أمين وبالتالي ما عندنا حتى معنى نبقاو نضحكوا على الكلمات بعضنا ولا كنشيروا على بعضنا في الكلمات حنا مسؤولين وقلنا غنعطيو الوقت الكافي باش كل مستشار يقول داكشي اللي عنده ينتقد كل ما عنده وله الحق يقول داكشي كامل والرأي العام يتابع والصحافة كتسجل ولكن ضحك وتسفك بلا سفك الله يجازيكم بخير شكرا تفضل السيدة شكرا سيدة كيف تعرفوا لغه الخطابات رائجه لغه الخطابات والمزايدات والاداء فاشيه في التعامل والديكتاتوريه تعودنا ولكن الانسان كيبقى يجبد كيحد ويجبد مبررات راسو بحال ستالين وهذاك كانوا كينعسوا على هاد الكتاب ديال الغايات تبرر الوسيله كانوا كينعسوا عليه باش كيصبروا راسهم حاجه عاديه كلشي على هذا دابا ماشي انا دوك واش لي ماشي انا تحمل المسؤوليه تبع عقول انا لاي حاجه قلتها هي تسجل وانا مستعده نتحاسب على اي كلمه قلتها وصافي وانا اللي كيروح كيدوع بما فعل وبما حقق وبالحصيله وفي القاعات الكبرى انا فهمت واش الحصيله ديال بنينا كذا مثلا على سبيل المثال حصيله بنينا كذا شو الاحياء اللي فيها وشو الطبقه اللي فيها وشو الفئات اللي فيها ونوض معنا انا في اوطي خمسة نجوم ولا اربع نجوم واش المجالس القديمه ما خدموش كانوا كيسرقوا كانوا كينهبوا كانوا كيفعلوا انا غنقول هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين واللي سرق فضحوا بقى عملوا شي حاجه عندكم الوقت الكافي قدامكم فضحوا واللي ساهم هاد المدينه والسكان ديالها خصو يتعاقب واشد العقاب والمواطنين اللي ما عندكمش فلوس باش تعملوا حركه وطني يعود الهم الهم ومشيو ندعوا هاد السيد هذا ومشيو نوقفوا عن حقنا اي واحد نهب سرق استا
مستغل. سود حاسب ما جاوش المجالس مستغلوا الوجود ديال الصحافه وديال المتتبعين الشان المحلي ومضاو الفوتو هذا. هذا ماشي مستوى ديال السياسه اللي هي ديال 2019 من بعد الدستور ديال 2011. شوما هنا السيد عمده واش قادرين تجلسوا مع المواطنين ديال ولايه طنجة وتقولوا لهم هاي الانجازات اللي عملنا ها شنو عملنا لكم في هذه المرحله ديال التدبير ديالنا؟ في مرحله التدبير ها شنو قدرنا نعملوا؟ ها النتيجه، ها الحصيله. شنو نقولوا نجيبوا مواطن مسكين ونغلب على امره ونبداو نقولوا العناوين عريضه ودهشه مباشره ونصيفطوا. قولوا ما عادش من النموذج الثانوي الجديد ودهشوا مسكين وصيفطوا للدار ديالو. الدار ديالو يدور على قلبه. يما كاين لا محل، ما كاين لا سوق، ما كاين لا بني، ما كاين لا رخصه، ما كاين حتى حاجه. لا هذا ماشي سياسه، قولوا صراحه. تكون الجرأة، تكونوا قادرين تواجهوا الواقع ديالكم. أخفقنا نواجهوا، ما قدرناش نواجهوا. السياسة ديالنا ما عطاتش الاعتبار ديالها، نبدلوا السياسة. كنا نحتقر المعارضة وكنقولوا أن ما عندهمش خبرة وتوصلنا النتيجة لأنهم كانوا كيشتغلوا، حنا ما قدرناش ندفعوا عليهم، نجلسوا معاهم. فين كاين المشكل؟ وصلوا حيت هي هذه راه مدينة، هذه راه مسؤولية، هذه راه طنجة. هذه هي طنجة. بحال قلت بكرة الدات. نسى الأهداف السياسية والانتخابية ديالي. أنا السيد عمدة كنقول اللي عنده جرأة وتنازل على السيارة، أنا اليوم كنطالب السيد عمدة، وظل أنكم كتاخذوا تعويضات متراكمة، عندكم تراكم في التعويضات، وكتبنيو التراوات ديالكم على غير الانتخابي. وأنا كنطلب اليوم باش اليوم تنازلوا على التعويضات ديالكم، عوض التنازل على السيارة، وتنازلوا على التعويضات ديالكم من أجل هذه المدينة، لأننا وعكسنا الصورة وكنتوا نتوما في المعارضة. لا اسموتم هاد التعويضات كنتو غتسميوها الريح والفساد، كنتو غتسميوها فساد ونهب المال العام. وانا اليوم كنطالبكم انكم تنزلوا وتقولوا حنايا كمسيرة هاد المدينة كأغلبية مريحة، حنا حزب عدالة التنمية اللي كيستافد من المستشارين وخصوصا اللي عندهم تراكم ديال التعويضات، حنا كنتنزلوا من اجل المدينة. وانا اطالبك السيد عمرو كنظن كنتمنى الله ما تحشمنيش. السيد عمدة أنا أتمنى أن الأجوبة على الأسئلة ديالي تكون أجوبة واضحة، حيتاش كيف ما كنشوف مجموعة ناس كيجاوبوا وكيجاوبوا ولكن كيجاوبوا على اللي بغاو هما. الزميل كان نظرا ما تفكر شكون بالضبط، ناض وسأل على المصابيح، هذيك المصابيح سميتها واحد السمية ديالها في الظروف. سأل قال لك في الجامعة الإيرانية كيعملوا مصابيح و 3500 درهم من الصباح، ناض قال لا هما اقتصاديين وحنا ماشي ضد المصابيح. حنا بالعكس، حنا مع ديك المصابيح، حقاش شتا الجامعة الإرامة وديك الجامعة كيف الجماعة القدم ديالها مع كيفاش ديالها كيتكلف الجامع بالعدالة والتنمية، وهو ماشي متكلف بالإدارة، ملي جاو يركبوا ديك هادو جاو وقف معاهم وتصور، تصور زعما شوفوا أنا جماعة جماعة الله يرحمها ليكم أنا جبتكم كوفيات، الجماعة كتهزاو، كوفيات أنا جبتهم، لا، إلا غنعملوا هاد المصابيح هادو بهاد المستوى هذا. شوفوا اجمل وارق واحسن شارع كاين في المكاده مكمل مجهز مع الدنيا على سيدي قفصوا غير هذا اش اسمو قفصوا غير هذا ونعملوا ليت شنو مشي ندي هذا الجماعة صاحبي ايوا انا عشيت رحمة باش نطلبوا شي واحد ديال زملائي ونشرش الكلام اللي قالوا الزملاء قبلي انا مجموعه المقاطع هي اللي نهضر فيها يا ريت الزملاء اللي يطرقوا لها وباش نخليهم الزملاء ما يقولوا كنشكركم وكنشكر رئيس الاسعاف الصدق